جل رجال موافي صافي طلقت عيني الشات ماكي طالقة ديسك عطيني ساكي ورش يدومي لو خايس صحاح يدومي لو خايس صحاح راكا اقمعتين اخي صحاح انت عاطيني دومي المكمشة سيرا صاحبي اما خصاي الموالو هذا سيرا صاحبي بحالاتك سير فاضي ما كاين كيداير الصباح يا اخي انت العزيز تاع الله تنصلي وعلي ما عرفت مالو يا اخي كيف صابنا بدل الصوني تم الله واي والله مرزقنا القناع هو كان عطيه مليون في النار عمره قناع ولا عزيزي عمي العزيزي كيف قيس يا عمي العزيزي لا يرحم الوالدي اتسجل جمع الدراري واخا عمي العزيزي يا دابا عمي العزيزي يا مصطفى حرام على راس لا خاي الدرايفر هذا فك عليه دا غنوري البلان ديالو راه انا خوش درايفر هاك خاي الدرايفر تخرج لي مارادونا يا بخنون صاحبي ماشي بعد مازال في الشبطانه في الحومة هذا تيتناوى صاحبي جلس جلس انا نهضر معاك كتعرف داك السيد شو ولا خايبينه قالك اخاي اللي صام هذاك السيام غتبقى عرفتي عنده الريزرف ديال الحسن عنده الاجر براه انا بان انا اخويا صمت واحد ثلاث ايام والله الا ثلاث ايام الجايه حتى المره الجايه عاوتاني نصوم واش هاك بويدا مزيان والو وقفه تاع بيئه جات 50 درهم وانا نصيفط لك 100 درهم و 900 تنتشافون بالدار يلا باي الزين ديالي فرزات كتبتيش البارحة صاحبي هذيك راه بطيشة شنو هي؟ هذيك واخا تشوفها بنت 2006 ولكن راه دماغها بنت 1986 هذيك صاحبي زادت 2007 واش داك صاحبي؟ عطاني المرتا اخويا ومن تاع شي جات كاسي معدبانة اخويا جات بنت 2007 ومعدبة كنت حنا كيفاها درايفر شنو صاحبي؟ راه العزيزي داير رينيود النار هذا ياك اخويا انا ضروري بدابا هي تجمع الوقفه جمعوا شي سمعنا خبر تعال لعندي تعال لعندي زيد لعندي المسكين وفوق عليها زيد عندي من قرايه اللي تخزي زيد عندي راه معلم العزيزي راه باغين لي راه كنبغي يا اخويا الدنيا واش ما عندك خليك من هنا عزيزي وي 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 اول حاجه حد يدك عليها راه باقا موت فاش كان عندي الموتور كاع ما كنتش هذيك الكرش 180 امي انا قلت هاد لي مومتي اش كنت تبيع 300 ورا العزيزي شاب 300 شنو حقا باش نقول للعزيزي اصاحبي خدمي انا براسي ما عرفتوش اخويا راه صوتو جاني ماشي وعمرو بقى ترى لوقيت اللي سمعنا خبر قرصني اصاحبي قرصني اصاحبي ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش اخويا واش ملائكه سلامكم شتو شيطان خي العزيزي راه مرة وصلتني البيوتي في الحالة هذا واش نحل من العزيز توقد اصاحبي توقد توقد اصاحبي مالك هذا مالك اخي العزيز توقد اصاحبي شمن مالك راه العزيزي هذا ارتاح 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 غير انت اصاحبي جبت شنو صورت يا صورنا والو اش جبت شنو صورت واحد العزيز ما بقاش معاك شنو نهضر معاكم الرجال مليون عزيزي ما بقاش كيفاش العام واش لا اسكت ملي كنهضر كتسمع وتسكت هذا العام هذا ان شاء الله راني غادي الحج غنتوبو كاملين نجي لهنا ما لقاش هاد الروبله اللي كانت بدال ويلا العزيز انا ما تعرفش علاش فشي بلاصه مغرب فاس العزيز فين الخوات الارض راه غنديك الخيريه انا بقيتي كتهضر بزاف صافي اسكت ولا وجدوا لي المراسم ديال السفر ديالي راه انا العام راه نمشي للحج وانا ذا الدرايفر علم الزبانية وجد الموتيرة ديال العليصة يا الأولى يلا انت يا تمشي مسح الموتور راه الموتور ديما عاد خرجناه جديد صافي 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 ص
اللهم سلم عليك يا رسول الله اللهم سلم عليك يا رسول الله اصاحبي الدرايفر شفت الكلين ستري ديال دويسك ديال داكشي اللي كيعجبني دويت تسمى يتبع طلع اخويا طلع نزرع عاد كنتي كترابي فرا العزيز راه مشى للحجه راه مشى للحجه الشيخ مشى للحجه مشى للحجه الشيخ بالضرب راه مشى للحجه الشيخ راه داو للحج ايما ضربتي ايما ضربتي ايما ضربتي ايما حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مصطفى الملقب بالعزيزي بسنتين نافذتين وحكمت المحكمة على رفاق العزيزي كل من الدريفر والخز والصحيح بشهرين نافذين فيما حكم على هوشي الحامل الأثقال بأسبوع نظرا لحالته الصحية والاجتماعية رفعت الجلسة.